تنفهمك يا بنيتي بان راهي معجزه كي حصلنا باش نعلنوا النتائج هذه في اطار النمط الانتخابي الجديد. راه المستحيلات الثمانيه ماشي السبعه، المستحيلات الثمانيه ان ناتي بالنتيجه في 72 ساعه، ولهذا المشرع اعطى 96 ساعه وزاد لها 24 ساعه يمكن لرئيس السلطه لم يتمكن من جمع. تعلمي بان المكاتب التصويت هذه اللي نتكلموا عليها، وام في استراليا كاين، ما شوفيش اللي راهم هنا في تيبازا في كان، ام كاين المحاضر يجوا من استراليا وين كاين جزائريين ويصوتوا وانتخبوا، كاين المحاضر يجوا من طوكيو، كاين المحاضر يجوا من هذا. الانسان لازم ما يشوفش برك يعرف بان عمليه الانتخاب عمليه الشعب الجزائري اينما كان واينما وجد واينما كان مفتوح مكتب للتصويت. هذه واحده. اثنين، نهار تفهموا مليح هيكلة هذا النمط من الاقتراع. انت في حد ذاتك بنيتي على بالي عندك يعني امكانيات باش تطلع عليه مليح، تولي انت وحدك تقول والله ما حقني طرحت السؤال هذا على سي شرفي، لانه في الحقيقه بذل مجهود كبير باه جانا يوم الثلاثاء اعطانا النتيجه، وحنا قاعدين نقولوا يا ودي كون جيت انا بالحد ولا بالثنين، نجمو حتى نديروا نمط اقتراع ذاك الالكتروني نتفرجوا فيه والكمبيوتر يعطينا النتيجه وحنا ما نعملوا حتى مجهود. ان شاء الله بالك نوصلوها نهار، بالك نوصلوها. بس الان بهذا المجهود انا شكرت 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 جزيل الشكر الساهرين، كاينين الناس راهم ثلاث ايام ما ناموش في المكاتب التصويت وفي اللجان، ما ننكروش جهدهم.